بغض النظر عن كل الصعوبات اللي مرينا فيها أنا وياه كل الدراما الجميلة الحلوة. نور ستارز وغيث مروان يسترجعان قضية البرتقالة والخلاف اللي كان بينهم ونارين بيوتي. You're sick. You need help. لورين جاي عمري 4 شهور، جبتها لما السفرة الماضية وسافرت مع أهلي ورجعت ناسي تبرر. جايز انتم مش فاهمين، انتم مش فاهمين. فمن بعد الصلح اللي شفناه بين غيث مروان ونور ستارز، واللي جاء من بعد خلاف كتير كبير وحاد بينهم، واللي اعلنت نور ستارز عنه من خلال مقابلة مع كارول ضمن برنامجها Get Real with Carol قبل سنة، ما رجع فتح الثنائي غيث ونور موضوع الخلاف نهائيا رغم لقائهم المستمر ببعض بعد نهاية الخلاف، ليرجعوا يفتحوا قضية الخلاف اللي صار بينهم سابقا من جديد ضمن بودكاست النجوم لنور ستارز. معروف أن الخلاف بلش من بعد خلاف نور ستارز مع نارين بيوتي، واللي اكتسح السوشيال ميديا آنذاك، واللي نعرف بمقولة You're sick you need help، وهدول دموع حقيقيين. أنا بعرف أنه عم تحضر هالستوري ناو. You're sick you need help. Guys هدول دموع مش تمثيل، هدول دموع حقيقيين. ليدخل غيث مروان بالخلاف من بعد وصف نور ستارز لغيث بالبرتقالة المعفنة، واللي أثارت هالجملة أيضا الجدل آنذاك. بس في نوع تاني أقوى، تيجي صرصور را كبير، أكبر نوع يعني صرصورة كبيرة. أيوة ما إلى شوارب، بس صاحبة الصرصور أو أبو شوارب. أيوة ممكن. أكيد أنت عرفت عينه صح؟ كيف شكله؟ فايت بالحيط برو، بس على الفوتوشوب تطلع. فهالمرة صرحت نور أنها بتحب غيث مروان ومحتواه رغم كل الخلافات والدراما اللي صارت بينهم سابقا، وأنها كانت بتحب محتواه حتى لما كانوا على خلاف. وهالتصريحات خلت الجمهور يسترجع ذكريات الخلاف اللي بينهم، من بينها قصة البرتقالة المعفنة اللي كانت لغز كبير بعالم اليوتيوب آنذاك. ليه برتقالة معفنة؟ ما بعرف هيك خطرني يعني. ليه برتقالة؟ ليه مش مثلا بطيخة؟